يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصد غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مايل للدفء على السواحل الشمالية ومايل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-15 الإسكندرية، 21-13 مطروح، 20-11 بورسعيد، 21-13 الإسماعيلية، 24-12 وإلى السويس، 23-13 العريش، 22-12 طابة، 21-13 شرم الشيخ، 27-16 والغردقة، 26-16 إلى الأقصر، 28-13 أسوان، 29-14 الوادي الجديد، 27-9 شلاتين، 27-18 وحلايب، 25-18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.